أهلا بيكم يا برج الميزان. هنعمل مع بعض دلوقتي الطاقة العاطفية من منتصف شهر سبتمبر لنهاية الشهر. طبعا آخر الشهر هيكون عيد ميلادكم وهيكون عيد ميلادي أنا كمان، فكل سنة وكلنا طيبين وإن شاء الله تكون سنة سعيدة على برج الميزان كلهم. الطاقة دي تنفع لبرج الميزان شمسي قمري صاعد وكمان فينوس الزهرة، فاللي منكم فينوس قمري أو صاعد ميزان برضو القراءة دي تنفع لي. كمان القراءة دي بتشمل مرتبطين منفصلين وأيضا العزاب، فخلينا نشوف إيه الأخبار. خير إن شاء الله. طاقتك يا برج الميزان الهاي بريستس، انت في طاقة روحانية عالية قوي. على قد ما الهاي بريستس دي بترمز للحكمة والروحانيات العالية والفكر العالي، لكن بترمز كمان للأسرار. عينك التالتة مفتوحة وبتحس حاجات كتير قبل ما بتحصل وبتشوف حاجات كتير وروحانياتك عالية، ولكن على الرغم من ذلك يعني بحس ان في بعض منكم عندكم اكتئاب، مش حابين تتكلموا. يعني دايما برج الميزان بيحب يشارك اللي حواليه او يتناقش، بيعبر عن مشاعره، لكن نوعا ما شايفك في الفترة دي مش عايز تتكلم مع حد. حتى لو انت متضايق مش عايز تقول لحد انا متضايق، مش عايز حتى تروح لدكتور نفسي، مش عايز تتكلم. يعني عايز تحتفظ بحاجاتك لنفسك سواء كانت إيجابية أو سلبية بشكل عام، يعني مش بس مع الشريك. فبشوف ان انت في عندك مش عايز تتكلم حتى مع شريكك، يعني سواء انتوا موجودين مع بعض سواء منفصلين، انت حابب تكون لوحدك كده شوية. يعني حتى العزاب منكم برضو يعني حاسسكم نوعا ما مش مستعدين لاستقبال شريك في الوقت الحالي، مع اني بشوف انه يعني في ناس بتراقبكم وفي ناس مهتمة بيكم ومستعدين يعملوا علشانكم اي شيء ويقربوا لكم. حتى كمان المنفصلين منكم بشوف ان الشريك اللي انتم منفصلين عنه ده متعلق بيكم تعلق مرضي وزعلان منكم قوي، وفعلا نفسه انه يصالحكم، يمكن حتى حاول انه يصالحكم وانتم يعني ما اديتولوش الفرصة دي وده مزعله قوي. يعني فهو نفسه انه يتواصل معاكم ونفسه انه يكلمكم. anyway المرتبطين انا بشوف ان العلاقة مستقرة نوعا ما، والشريك عادي عنده استعداد انه يتحملك او يتحمل الحالة النفسية السيئة اللي انت بتمر بيها، وما عندوش مشكلة تجاه الموضوع ده لانه بيحبك قوي. المنفصلين الشخص ده متعلق بيك جدا جدا وغالبا حاول يتواصل معاك وانت ما ساعدتوش، فكبرياء ومنعه من انه يتواصل معاك مرة اخرى. العزاب في شخص معجب بيك قوي وهتسمع منه على فكرة، يعني على اخر الشهر او في خلال اسبوعين من دلوقتي ممكن تجيلك مسج او رسالة من الشخص ده فيها اعتراف بالحب. مش واضح لي بالظبط ايه ممكن يكون سبب اكتئابك، بس طاقة الاكتئاب دي واضحة هنا. قد تكون على فكرة طاقة سحر، يعني الديث مع الهانجد مان، دول يؤكدوا ان كتير من برج الميزان مسحورين. وطبعا هو برج الميزان من الابراج الهوائية اللي نجمها خفيف واللي معرضين للسحر بسهولة، يعني فحاولوا تعالجوا الطاقة دي مع رجل دين، يعني لانه خصوصا كمان انتوا شاكراتكم مفتوحة، فلما تكون الشاكرات مفتوحة بتكون عرضة اكتر لاستقبال طاقة السحر. خليني طيب اخد لكم نصيحة من ملائكة الحب واشوف ممكن ينصحوكم بايه. رومانتينج فيلينج، مشاعرك حقيقية، فحاول انك تعبر للشريك عنها ويستحق الانتظار. الكارت ده طالع للشريك، المفروض والله ان هو اللي ينتظرك، يعني انا مش شايفك ان انت منتظر. anyway هو هيصبر عليك زي ما شفنا ومستعد انه يكون في فرصة تانية في العلاقة دي. في هنا طاقة برج الحوت، برج السرطان والجدي، الحمل،
العقرب، الأسد، والطاقات كلها موجودة. فخلينا نشوف الأنجل أنسرز هينصحوكم بإيه. It's up to you، القرار يرجع لك وأنت مستعد. فأنا زي ما بقول لكم يعني المرتبطين، الشخص ده بيحبك قوي وعنده استعداد إنه يصبر عليك ويديلك فرصة تانية. المنفصلين، الشخص ده برضو بيحبك ونفسه إنه يتواصل معاك بس شايفك مش فاتح له المجال وخايف من الرفض مرة أخرى. العزاب، بشوف إن في عرض ارتباط جديد قادم في الطريق. في كل الأحوال أيا كان وضعكم يعني القرار في إيديكم، It's up to you زي ما الملائكة قالت لكم، أنتوا أصحاب القرار إذا كنتوا تدوا فرصة للارتباط ده أو لا يعني، فزي ما أنتوا عايزين. إن شاء الله يعني طاقتكم تتحسن و يعني الأمور تكون أفضل. أهم شيء بس المسحورين منكم حاولوا تعالجوا طاقة السحر دي. طبعا دي كانت طاقة عاطفية سريعة، لو حابين أنكم تعرفوا تفاصيل أكتر تقدروا تعرفوها من خلال قراءة خاصة، تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الواتساب علشان تعرفوا التفاصيل وإزاي أنكم تحجزوها. ياريت لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش علينا بلايك، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم. بشكركم طبعا كلكم على حسن المشاهدة وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.